ببوسطة الثورة افتتح الحراك الشعبي في لبنان الشهر الثاني من الاحتجاجات، ولكن مسيرة هذه البوسطة لم تمر من دون عوائق بعدما رفض شبان عبورها إلى المناطق الجنوبية، ما أثار مخاوف من حصول احتكاك وتوتر وحدة بالجيش اللبناني إلى توقيف الحافلة لبعض الوقت قبل أن يسمح بمتابعة مسارها إلى داخل مدينة صيدا. أما أبرز محطات البوسطة فكانت في خلدي، حيث سقط علاء أبو فخر الذي يلقبه المحتجون بشهيد الثورة. هاي بوسطة توحيد الشعب اللبناني اللبنانية ببعضه، لا مسلم ولا سيحي، بصير يعنوها أنه طائفية ومطائفية، عيب عليهم بقى تيستروا على حالهم وعلى سرقاتهم وتيضلوا مسيطرين، بصيروا يلعبوها طائفية أخبار، نحن لا توحدنا. البوسطة كانت قد انطلقت من عكار في شمال لبنان وعبرت ساحات الاعتصام حتى العاصمة بيروت. دخول بوسطة الثورة إلى المناطق الجنوبية اتسم بالصعوبة، ولكن المنظمين اعتبروا أن رسالة السلام التي أرادوا تسليط الضوء عليها قد وصلت. الصعوبات التي اعترضت مسيرة بوسطة الثورة على مدخل الجنوب اللبناني عكست الحجم الكبير للتحديات التي تواجه الحراك الشعبي في تحصيل حقوقه، في وقت لا تزال السلطة مربكة بحثا عن حل، رغم أن لبنان لا يملك طرف الوقت. أي خرق جديد لم يصدر صوب الحل السياسي المرتجى، إلا أن المؤشرات المالية تزداد خطورة مع تخفيض تصنيف لبنان. كان في إصدار قبل الاحتجاجات الشعبية، هلأ هذا الإصدار تأجل، اليوم مع تخفيض التصنيف صار يعني كتير معقد موضوع هذا الإصدار، لذلك لازم هلأ يشكلوا الحكومة على اللي تيرجعوا يستوعبوا بشق كتير كبير هالضربة، ضربة للثقة اللي هي عنصر أساسي، واللي أنا باعتقادي الشخصي هي اللي أثرت بالدرجة الأولى على ستاندر أند بورز تتخفض تصنيفها. ووسط اتساع الهواجس المالية والمعيشية، لا يستبعد مراقبون العودة إلى خيار تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة التي يبقى الخلاف على تركيبتها العقبة الرئيسية أمام تظهيرها. كلودي أبي حنا، الغد، بيروت.